هنروح للكره الطايره رجال. حضراتكم عارفين ان الدوري خلص، كسبنا الدوري، بنركز في الكاس. الفرقه سافرت الى السويس عشان تستعد ليه قبل النهائي مع الاتحاد الاسماعيليه، انا اسف، هي صاله الاسماعيليه وصاله هيئه قناه السويس، هي اسمها صاله هيئه قناه السويس ولكن هي في الاسماعيليه، وهنلاعب الاتحاد السكندري بكره ان شاء الله الساعه 4 في قبل النهائي باذن الله. طرفي قبل النهائي احنا والاتحاد، الطرف الثاني هيبقى الزمالك وطلائع الجيش، وهيتلعب بعدينا، احنا هنلعب الساعه 4، الطرف الثاني هيتلعب الساعه 6. والاهلي كان فاز في دور الثمانيه على الترسانه 25-13 3-0، 25-13 25-19 و25-18، ودي لقاءات او يعني لقطات كانت من مباراه الترسانه اللي فاتت في دور الثمانيه. كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه، سجلنا التقييد، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. فوز بيجيب فوز، والجمهور متعود دايما من فرقه الكره الطايره في النادي الاهلي بالفوز. اكيد طبعا يعني الدوري كان صعب، ما هوش سهل، الماتش النهائي بالذات كان مع الزمالك وكان هو اللي بيحسم، ونفس الحال برضو الكاس مع يعني هنلعب الاتحاد. الاتحاد عامل فرقه كويسه جدا وفرقه محترمه قوي، مدعم كتير السنه دي، واخد 5 دوري ويعني ولعبنا قصاده مرتين. والنهائي طبعا ما بين الجيش يعني قبل نهائي الجيش وزمالك، عايز اقول لك مش يعني ثقه، الحمد لله الدوري ادانا ثقه كبيره، لكن طبعا برضو في حذر كبير جدا لان احنا بنلعب فرق محترمه. انا شايف يعني من وجهه نظري ان الكابتن محمد مصلحي لعب كل التشكيل، عايز طبعا ما يخسرش حد، مش عارف الظروف اللي جايه ايه، فطبعا لازم يدي الثقه للجميع. يعني انا شايف ال 14 لعبه ده طبعا ممكن جدا يبقى في توفيق وما فيش توفيق، لكن هو بيدي الاحساس للعيبه ان هي دايما جاهزه معاه. يعني هو من الشوط الثاني غير زي ما حضرتك شايفه السته بسته تانيين، والشوط الثالث استمر على السته بتوع الشوط الثاني. ده ان كان بيدي الفرقه كلها روح ان هم كلهم يبقوا جاهزين. اتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي كره الطايره، أبذلوا مجهود كبير جدا، لأن برضو لازم حضرتك تعرفي أن السنة اللي فاتت بعد جائحة كورونا حضرتك هم مستمرين بقالهم سنة كاملة ما فيش توقف، إلا الإصابة اللي جات لنا 15 يوم اللعيبة بتاع كورونا وبعض من الجهاز أثرت فينا، لكن احنا رجعنا نكمل تاني، فاللعيبة بقالها فترة طويلة جدا. فبطمن كل الناس وبطمن النادي الأهلي إن شاء الله إحنا ماشيين قدما على حصول على كاس مصر. ماتش في المتناول، الترسانة فرقة محترمة مخلصة الدوري في المركز العاشر، السنة الجاية لو الدوري 12 فرقة إن شاء الله هتلعب مع المجموعة اللي فوق. الحمد لله قدرنا نشارك كل اللعيبة شاركت النهاردة، فقدرنا نقسم الحمل شوية عشان يعني خلاص ما فيش غير تمرينتين وماتشين سيمي فاينال والفاينال ورا بعض، وربنا يكرمنا في اللي جاي إن شاء الله. دور الثمانية دور يعني المفروض إن هو يعني بالنسبه للكاس دور يعني صعب شويه، والفرقه طبعا محترمه هناك فريق ترسانه، والحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على الفرقه يعني بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وان شاء الله نكمل مسيرتنا في الكاس بحسم كاس مصر ان شاء الله. طبعا هو احنا كده كده يعني الحمد لله يعني مستعدين استعداد قوي من بعد الدوري، وان شاء الله يعني طبعا الكاس مصر مهم بالنسبه للنادي الاهلي، لان احنا طبعا متعودين في النادي الاهلي ان احنا اي بطوله بندخلها ان شاء الله يعني الحمد لله ان احنا بنحقق مركز اول، فحتى يعني الماتشات قربت او يعني الوقت يعني اتاخر او قرب، فان شاء الله يعني احنا مستعدين لاي ماتش يعني ان شاء الله. وزي ما اتكلمنا قبل التقرير قلت لحضراتكم ان شاء الله بكره قبل النهائي باذن الله مع الاتحاد السكندري الساعه 4 هنذيعه لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي مباشره، وهيكون في استوديو تحليلي بكره من الساعه 3، وباذن الله هنذيع ايضا النهائي باذن الله بعد الفوز بكره ان شاء الله، نتمنى الفوز. خلينا نتكلم بس في بكره الاول ان شاء الله، ربنا يكرمنا في الاتحاد. بس عايز اقول رساله للاعبين، انا هرجع بس فلاش باك تاني، السنه اللي فاتت لو تفتكروا كان عندنا أزمة كورونا وحصل لوك داون والدنيا قفلت من شهر مارس لشهر 7. خليني أفكركم بالتواريخ، سنة 2020 من شهر مارس
لشهر 7 الدنيا قفلت، وبعد كده الدوله المصريه خدت قرار باستعاده النشاط، وكان من ضمن النشاطات النشاط الرياضي. فاللعيبه فضلت 3-4 شهور مريحه، دخلنا استأنفنا المواسم اللي فاضل، يعني اللي فاضل من الموسم القديم تم استئنافه، قعدوا يلعبوا شهر 8 بدانا الموسم القديم، بدا يتلعب في الالعاب كلها. انا بتكلم على الطايره واليد والسله، العاب جماعيه والالعاب الثانيه كمان. طب انا عايز اوصل لايه؟ اقول لكم انا عايز اوصل لايه. فشهر 8 و9 قعدت اللعيبه تلعب الدوري القديم او استكمال اللي كان فاضل من الموسم اللي فات. بعد كده ابتدى الموسم الجديد، فاللعيبه ما ريحتش، لحمت الموسمين في بعض، منافسات بعديها على طول منافسات الدوري الجديد. طيب الطايره بدا الموسم بتاعها لما اتذكر في شهر نوفمبر اللي فات، على ما اتذكر قعدت في نوفمبر، لعبنا فتره طويله جدا ما بين توقفات ونلعب توقفات ونلعب. اللي حصل واللي وصل بينا ان احنا وصل الحال ان احنا النهارده في شهر 6 اهو، نعتبر في اخر شهر 6 او نص التاني من شهر 6 ولسه بنخلص الكاس. نفس الكلام بالنسبه لكره السله، يمكن اللي كان محظوظ شويه هي كره اليد، لان الدوري عندهم او عدد المباريات مش كتير، عدد المباريات مش كتير، دوري المحترفين مش كتير. رساله بقى للاعبين، ايه بقى؟ انت محتاج تفصل، محتاج تفصل، ما ينفعش تلحم ثالث موسم على التوالي، لازم تفصل. اللعيبه لازم بعد نهايه الموسم اللعيب يقف خالص، لازم ياخد فتره راحه سلبيه، الجسم مش هيقدر بعد كده، بعد الشر ممكن نلاقي اصابات ما كناش شايفينها قبل كده، وحصلت معانا واحنا بنلعب لما كنا بنلحم موسم واثنين وثلاثه بيحصل كده. طيب الظروف حكمت علينا، بس دلوقتي احنا خلصنا في شهر 6، المواسم الجديده ممكن هتبقى بعد الدوره الاولمبيه، واحتمال يبقى بعد الدوره الاولمبيه يبقى في انتخابات، يعني ممكن نتكلم في شهر 10. عندك اهو فتره 4 شهور، لازم اللاعب يعمل اعداد كويس، راحه سلبيه الاول، بعد كده يخش اعداد بدني جيد تدريجي مع الاجهزه الفنيه والاجهزه البدنيه اللي معاه في الفرقه، غير كده الامور هتبقى صعبه. لعيبه المنتخبات مثلا اللي مشاركين مع منتخب اليد نفس الكلام، هيخلص بطوله الاولمبيات لازم ياخد راحه، يعني يمكن لعيبه المنتخبات دول قدرهم ان هو بيخلص يخش مع المنتخب في بطوله، بس لازم ولا بد اللاعب يبقى هو ترمومتر نفسه. انا بقول الرساله دي مش بس لعيبه النادي الاهلي، كمان لكل لعيبه مصر، ان سلامه اللعيب والحفاظ على نفسه من الاصابات ده اللي بيخليه يعمل موسم واثنين وثلاثه واربعه كويس. لا قدر الله حصل اصابه في النص بيبتدي من الاول. دي الحقيقه حاجه ملاحظه انا كنت شفتها او لاحظتها وكان لازم نتكلم عنها، واكيد يا رب يكون لعيبتنا سامعينها. طيب